بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أخواني الحزبي. الكلام اللي تيقولوه بعض الإخوان ملي تنتكلموا حنا وتنهضروا، يقول لك خاف على آخرتك، هادو راه أولياء الله، هادو راه أولياء الله. سيدي عبد السلام كان رجل لا يزكي نفسه. علاش؟ لأن سيدي عبد السلام كان رحمة، كان سيدي عبد السلام رحمة، ولأن هذا هو ولي الله. ولي الله هو هذا، ولي الله ما تيزكيش نفسه، ولي الله هو رحمة على الخلق. ما تيقولش الناس نتوما، يعني دابا الناس اللي كانوا تنتقدوا سيدي عبد السلام غادي يمشيو عندهم يقول لهم خافوا على آخرتكم وكذا، وهذا ولي الله. لا، راه سيدي عبد السلام هو رحمة ليهم، هما نفسهم سيدي عبد السلام ليهم رحمة. سيدي عبد السلام تصدق بالعرض ديالو بكل شيء، وولي الله هو هذا. لأن علاش انه يبتغي الجزاء ديالو عند الله سبحانه وتعالى؟ هو باغي الخير لهذوك الخلق، ماشي باغي لهم الشر، والخير المحض، يعني باغي لهم الخير، ما بغاش لهم الشر، ما بغاش لهم لا خاف على اخرتك. هذاك راه مشى صافي، هذاك راه تبسم شي واحد تاخذ يقول لهم هذاك مشى صافي، راه كذا الله كذا وليدي عليه ولا كذا. لا، هادشي ما كاينش. تبسم ما كانش ابدا، ما كانش. ومن يفعلون ذلك هم تمشيو في الطريق غير الطريق اللي مشى فيها تبسم. وهذا منطق مختل، انك تحاسب الناس انهم تيتكلموا، مجرد انهم تيتكلموا تقول لهم انتم خافوا على اخرتكم، هادو راه اولياء الله. اخرتك هي انت تتبع السنة النبوية، كيدير انت في اخلاقك، كيدير انت مع سيدي ربي، كيدير انت مع والديك وام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كيدير معها في الدعوة. واش انت مصدر ديال هداية لهذه الامة هذه، ولا انت يا صافي انت راك تما، راك انت راك تما، يعني انت يا ترى هذوك الناس راهم اولياء الله، ورا الامة بعيدة على الله تعالى، واي واحد تكلم في ولا انتقد من ابناء المدرسه نفسهم فهو خاف على اخرتك. انت لا كان واحد ولد المدرسه تقول لي خاف على اخرتك، هو مجرد ما تيتكلم هادو راه مسؤولين، هادو اللي في القياده راه مسؤولين. مسألة ديال اولياء الله راه هذيك مساله اخرى، والا راه هما خصهم يمشيو يديروا شي زاويه ويجمعوا المريدين ويعطيهم الاوراد. انك انت وسط الامه، هذا راه الشان العام، يعني خارج انت وسط الامه، خرجنا من داك الانزواء اللي كان قرون، خرجنا للامه، نتغلغلوا في الامه. اذا خص شنو؟ خص كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. فالنقد راه ماشي حرام، وانتقاد المسار وكذا وكذا، ونقاش المشروع راه ماشي حرام، وما عنده حتى شي علاقه بهذا الكلام كامل. هو الكلام اللي مهم باش نجيو ليها من الاخير، هو ان اخرتك هي السنه النبويه، هو القران العظيم، هو كيدير انت مع سيدي ربي، كيدير انت مع الوالدين، كيدير انت مع الصلاه، كيدير انت مع ام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شنو تدير فيها؟ وحسن الظن راه مطلوب للخلق الله جميعا وبالمسلمين جميعا، هذا راه دين من الدين. هادشي اللي كان تيقول لنا سيدي عبد السلام، سيدي عبد السلام هادشي اللي تعلمنا منه. ما كان سيدي عبد السلام تيقول لنا احنا نمشيو نتكلموا بالسيف السعدنا ونقولوا للناس خافوا على اخرتكم. الناس كانوا اكثر الناس واشد الناس عداوه لسيدي عبد السلام، عمرهم ما سمعوا مني هذه الكلمه، والاخوان راه تيسمعوني، عمرهم ما سمعوني هذه الكلمه، وتحولوا بعد حينين الى الناس تيحبوا سيدي عبد السلام بعد صدور كتاب الاحسان 1998. والكل يعلم ان المدارس الاخرى ان سيدي عبد السلام هو اللي كان تيحاورها، راه ماشي الاخوان، ماشي الاخوان ديال القيد يقول لك حنا اللي درنا واحد، بنينا واحد المساحات وفتحنا واحد الحوار مع المدارس الاخرى الاسلاميه والحركه الاسلاميه وكذا، وحنا اللي درنا واحد المجال ديال التفاهم وديال التقارب الى غير ذلك. لا، هذا غير صحيح. صحيح ان سيدي عبد السلام من خلال الكتابات اللي كان تيكتب كان سيدي عبد السلام يقرب الشقى. سيدي عبد السلام كان فتح حوار وبنى جسور مع تلك المدارس، وبزاف منهم غيروا من النظره ديالهم سيدي عبد السلام والمشروع اللي جاب به سيدي عبد السلام، وشهدوا شهادات بان هذا الرجل هذا على السنه النبويه الكامله. ان سيدي عبد السلام هو رجل ديال السنه، السنه النبويه، رجل قراني نبوي. بلا ما نبقاو دابا سيدي عبد السلام شكون هو؟ وسيدي عبد السلام هو واحد الراجل غادي يقول لنا راه الناس اللي تاخذوني قول لهم انتم راه اخرتكم مشات لكم. سيدي اشتغل بالدعوه، شنو تدير انت في الدعوه؟ شنو تتوصل الناس؟ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واش تربطهم بالله وبالرسول عليه الصلاه والسلام، ولا تربطهم بالاشخاص؟ فلان تما راه هو ولي الله، وشنو ينفعني انا هو ولي الله؟ لان هذا الكلام تنقولو تيقول لك لا، انت واش تتشوف؟ دابا هادو اخوان كتاب الجماعه للاسف الشديد اللي تكون في واحد المستوى تيقول لك انت فلان واش تتشوف ولي الله ولا ما تتشوفوش ولي الله. ودابا شوفوا هذا المنطق هذا اللي ولاو الاخوان يحاكمون به الاخوان ديالهم ابناء المدرسه، ابناء سيدي عبد السلام.
لا هو لا ما شتيش فلان، هو ولي الله. لا انت ما عرفت شنو. ما قلت لكش انا ولي الله، هذاك الامر انا ما ندخلش فيه. اولياء الله راه مبتوسين في الامه كلها، هادو اخوان مسؤولين، هادو اخوان مسؤولين. مسألة ديال ولي الله وشوف فيه ولي الله هذه مسألة أخرى، ما عندها حتى شي علاقة. احنا اللي نطلب منا هو نكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكونوا قرآنيين نبويين، نكونوا احنا في الدعوة تنشتغلوا، نكونوا ربانيين نشتغلوا بالدعوة، ونخليو هذيك الأمور الأخرى ديال أنك تقول لفلان. هذه المسألة ما عمر قالها زيد فلان، ما قالش أنا راه ولي الله، أنا راه ولي الله شوفوني ولي الله. كان الرجل تيشتغل بالدعوة، ومن خلال علاقته بالدعوة بك انت زديع بسلام، شحال واحد خرجوا كان تايه، خرجوا علموه وربطوه بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وربطوه بالقرآن، وأصبح له ورد من القرآن وورد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذكر ومن السلوك النبوي والشمائل النبوية والأخلاق النبوية وكذا وكذا، تغيرت له حياته. فيرى الفضل لهذاك الرجل فيحب ذلك الرجل، ويرى فيه أن هذا الرجل هذا هو السبب ديالي باش وصلت لهذا الشيء هذا اللي أنا فيه اليوم، وأن هذا هو الأب ديالي الروحي، أنه هو الرجل اللي رباني واللي تعلمت منه والله يجازيه بخير وكذا، وتتعلق به. ماشي مسألة فلسفية غادي تقول لي أنت واش هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، راه الأمر ماشي هكذا. راه زيد بسام اللي قال من ظهر نوره نتوسل الله بقلبي، يعني زيد بسام تيهضر على هذا المعنى، على هذا المعنى هذا ديال القلب اللي غادي يربطك بالله تعالى، وغادي يحط لك القدم ديالك على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغادي يخرجك من الظلمات الى النور، ومن فتنة الدنيا. احنا كاملين تنتعاونوا نعم، ولكن هذا القلب هذا احنا محتاجينه، كاملين محتاجينه، ماشي من فراغ احنا تنهضروا. كاين مسألة ديالاش ديال ان الامر ديال اخرتك، خاف على اخرتك. اخرتك هو انت كيدير مع سيدي ربي، كيدير مع الصلاه، كيدير مع الوالدين، كيدير مع الدعوه في امه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي اخرتك، هذه هي اخرتك. وانت دابا من اللي غادي تمشي افلان ايها الاخ الكريم، انت من اللي غادي تمشي عند الله تعالى غدا ولا في اي لحظه، واش سيدي ربي غيسولك شنو تتشوف فلان، واش كنتي تتشوف فلان ولي الله ولا ماشي ولي الله؟ ما غاديش يسولك على هذا الشيء الشريف. سيدي ربي اللي معروف، انا اللي تنعرف هو تيسولك الملكان ناكر ومنكر، تيقول لك من ربك، ما دينك، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وهذا الشيء كامل زيد بسامي كان تيربينا على اساس نكونوا على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنسال عن الرجل اللي هو شكون، هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. هيبقى الفضل طبعا، هيبقى الفضل لهذاك الراجل اللي رباك واللي حطك في الطريق. دابا احنا مثلا الفضل كله لما تيرجع، الفضل ديال هذا الشيء كامل اللي احنا فيه ديال الاسلام، وهذا الخير هذا ديال الايمان والاحسان، وهذه المعاني كلها، والقران العظيم والسنه النبويه، وهذا الحمد لله رب العالمين، هذا الدين اللي كرمنا الله عز وجل به. شكون الفضل لما ترجع؟ ترجع الصحابه، سيدنا ابو بكر، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي، وباقي الصحابه الكرام مبشرين بالجنة، والصحابة كاملين اللي جاهدوا، اللي ضحاوا من أجل باش هاد الدين هذا ينتصر، وباش هاد الدين الدعوة هادي تشق الطريق ديالها وتوصل لينا. الفضل تيرجع ليهم، ولكن تيبقى سيدنا محمد، راه هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد هو كلشي. حتى انا شوف دابا حسب شحال ديال الصالحين جاوا في الامه، تابعين وتابع التابعين ورجالات الله تعالى، الافداد اللي كانوا يدلون على الله تعالى، كلهم كانوا كلهم وظيفتهم مهمتهم الكبيره هما يدلوا الخلق على الله تعالى، ويربطوهم بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. سيدنا محمد هو الباب الله تعالى.
فلا طريق إلى الله إلا عبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو المهمة ديالو الكبيرة، ماشي جاو تيربطوا الناس بيهم هما. الفضل كما قلت لك راه تيبقى، الفضل لهذوك الناس راه تيبقى. دابا الناس اللي عاشوا مع سيدي عبد القادر الجيلاني الفضل ديالو عليهم راه كبير، ولكن شكون اللي يربح؟ شكون اللي يربح؟ اللي وصل بالمعنى داك الشيء اللي ربى عليه سيدي عبد القادر الجيلاني، ان يضع قدمه على قدم رسول الله، وان يسلك السلوك النبوي، السلوك ديال الصحابه، القران والنبوه، انهم مشاو على الطريق ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. والفضل ديال سيدي عبد القادر الجيلاني وزي ابو حميد الغزالي وديال الائمه الكبار راه علينا حتى حنا، راه حتى حنا علينا، لان هاد الناس هما اللي وصلوا لنا هاد الخير هذا حتى وصلنا حنا. دابا حنا الا رجعنا الى التاريخ تلقاو سيدي عبد القادر الجيلاني على شمال افريقيا راه كاين واحد الفضل كبير، راه فضل كبير بزاف علينا باش وصلنا هاد الشيء هذا. وصلنا شنو؟ وصلوا لينا الخير ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، هو يربطونا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا سنتبع ونتبعو إلى أن تقوم الساعة. راه ما كاينش هذا الأمر، هذا ما فيهش لا راه مسألة تنظيمية ولا مسألة راه محسومة، ما فيهاش هذا التاريخ، ما فيهش هذا الشيء هذا. كما سيدي ربي هي واحد الرجل في واحد الزمان، فالله عز وجل هو قادر أنه يهيئ رجال آخرين في أزمنة أخرى وفي زماننا. الله تعالى هي واحد راجل أخر، هذا أمر لا يعجزه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في الكون دياله ما كاينش العبث على الإطلاق، ما كاينش العبث، ما كاينش العبث، راه المسألة راه باينة، راه ما محتاج. هذه المسألة علاش رجعت ليها أنا؟ رجعت ليها على أساس أنه في أن زيد بن سلام الرجل اللي تربطنا بالله تعالى وتربطنا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، راه هذا هو الأساس، هذا الشيء اللي كان تيربينا عليه الزيد بن سلام، هذا هو الأساس. راه ماشي ارتباط بالأشخاص، ارتباط بالأشخاص مثلا دابا المسألة تربطوها حنا، تيقول لك خاف على اخرتك وهادو اولياء الله وكذا وكذا وكذا، راه حنا كاملين تنهضروا على مشروع، راه تنهضروا على هادشي دابا اللي تنهضر فيه انا، راه تنهضروا على هذا، على هادشي هذا، على الدعوة، على الامر ديالنا وعلاقتنا بالله تعالى وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، على داك المن. راه المسألة راه ما فيهاش يعني شي حاجه اللي هي خارج هذا الشيء هذا، باش يجي شي واحد يقول لك واخاف على اخرتك. لا، اش نخاف على اخرتي؟ راه اللي خصو يخاف على اخرته تجيو للعمق الحقيقه ديال الامر، راه هما المسؤولين اللي عندهم مسؤوليه اللي في القياده، هما اللي خصهم يخافوا على اخرتهم اكثر، لان عندهم مسؤوليه، هما اللي خصهم يخافوا، لان هاد دعوه الله راه ماشي لعب، ودعوة الله راه ماشي مسألة ديال انت غادي تجلس تما في الهرم التنظيمي وغادي تحكم فيها كيف بغيتي، وحيد العصية من الرويضة وخلي دعوة الله تشق طريقها، خليها تشق طريقها، ما نكونوش حنا سبب في تعثر وتعطل دعوة الله عز وجل، خليو دعوة الله تشق طريقها. راه دعوة الله مهما حاصرتيها ومهما حاولتي انك تحبسها ولا تحكم فيها، راه هي غتشق طريقها، راه غتشق طريقها، راه ما يمكنلكش توقفها. دعوة الله هي باقية ما بقي الزعتر والزيتون، راه غادي تبقى وغادي تشق الطريق ديالها، انت حبستيها من هنا هي غتشق طريقها من جهة اخرى بإذن الله عز وجل. لأن علاش؟ دعوة ديال الله تعالى، دعوة الله، راه دعوة الله، راه ماشي مسألة، راه الخلق تيتسناو، راه ماشي نتايا باش تجلس تما وهادي يقول لك هادو راه ولي الله، هادو شوفوا ولي الله، هادو راه الناس ديال العدل والإحسان، هادو راه إخوان العدل والإحسان ديال الجماعة، ولا تزكوا إلى أنفسكم، راه زيد بن سلام كان تيقولها،
راه زيد بسام كان تيقولها، زيد بسام قال بركة من الكبرانية، ما نبقاوش نزكيو نفوسنا حنايا، التزكية اللي غتجينا هي تجينا من الناس. انت ملي تلقى واحد السيد ضايع وتايه وتتاخد بيده وتمشي معاه خطوة بخطوة وتتعتني به وكذا وكذا، وتولي تصلح له علاقته مع الله تعالى ومع الوالدين، وتجيبه للمسجد الله تعالى تيفرح لهذا الشيء هذا، الله عز وجل يرضى عليك من 7 سماوات. عاد خليه التزكية اللي غتجيك من هذاك الناس اللي انت تشتغل معاهم في الأمة، الناس غادي يبداو يقول لك الله الله يجازيهم بخير دوك الناس. وكانوا هاد الشيء راه كان ماشي ما كانش، الناس يدقوا علينا البيت ديالنا وتيقول لك هادو ولادي انا امانه في العنق ديالي. علاش؟ وحنا هذاك الشيء اللي تنشوفو، هاد المحبه اللي بيناتكم وهاد الخير هذا اللي تتجمعوا عليه الناس، وشحال من واحد تنعرفو تغيرات لي حياته ووليداته وكذا وكذا. وقلت له هاد الناس شكون هما سيدي؟ قال لك هاد الناس ديال العدل والاحسان. راه هاد الناس سبحان الله العظيم، راه الولد ديالي راه كنت كذا، راه كيفاش ولا وكيفاش ولا، وتبارك الله ولا تيذكر الله ولا تيفيق الصبح ولا مع والديه مرضي ولا هادي ولا هادي ولا تيقرا مزيان في الدراسه ديالو الى غير ذلك. هذه هي الدعوه العدل والاحسان، هذه هي الدعوه المشروع ديال زيد بسلام. المشروع جاء انه يربط الامه بسيدنا ربي وبسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ويخلي الامور الاخرى للناس. إن إبراهيم كان أمة، سيدنا إبراهيم ما كان عارفه حتى شي واحد، راه الله تعالى راه شنو دار؟ الزريعة، النبتة، التمرة، شنو دار هو؟ الشيء اللي جا من بعد عرفناه حنا وعرفوه الناس جميعا. راه المسألة ماشي في أنت يا حيت أخ أنت تشوف فلان ولي الله ومن بعد، هذا ماشي موضوعي، ما تدخلنيش أنا في الضيق هذا. لا تضيق واسعنا الشريف، انا ما تدخلنيش في الضيق، انا ما تدخلنيش في الضيق هذا. سيدي بسلام قال واحد الكلام ناخذوه بجديه، سيدي بسلام راه ماشي كان تيلعب، سيدي بسلام كان الهم ديالو على هاد الدواء، على هاد الامه هذه. وعارف سيدي بسلام ما بعد، يعني ملي تيقول من بعد راه عارف سيدي بسلام شنو كاين من بعد. امر كبير، ماشي اي واحد غادي يجي يقول لك انا لا انا لا، راه مساله دي قلوب، هذا مصير ديال الامه، هذا مصير الدعوه. كون هي بعدا انت كنتي مسؤول في شي في شي في شي مشروع في شي شركه ولا شي حاجه وكذا، حتى انا نقولوا درتي العصيه في الرويضه وبقيتي تما، نقولوا هذه هي شركه شي حاجه دنيويه، وغادي تحمل المسؤوليه ديالك فيها في الدنيا، غادي النتائج غادي تحصدها، طبعا غادي تحصدها. ولكن باش تكون انت مسؤول في دعوات الله تعالى، هادي راه ماشي شركه ديالك ولا ديالي ولا ديال فلان ولا ديال فلان، ودير العصيه في الرويضه ودير فهمتك ودير كذا ودير كذا باش دعوات الله تبقى تما مرميه والامه تبقى تما ضايعه. راه هذا امر خطير، راه هذا ماشي راه تحصد النتائج في الدنيا وفقط، راه تحصد النتائج تكون العواقب وخيمه وخيمه جدا. تيجي واحد دابا تيقول لك لا انت تتهم القياده، ما تتهم حتى شي واحد، ما سمعتي نسبي حتى شي واحد. شحال من واحد دابا، شحال من اخ من كتاب الجامعات يدخل تيقول لك انت بقى لك يرد تخرج تسب ودير ودير ودير، وتيبقاو ديما ملي تيهضروا تيجبدوا فلان سي ابراهيم الجعواني، تيجبدوه زعما راه ابراهيم الجعواني دير جريمه، وراه تيتكلم، راه تيتكلم حتى هو في واحد الامر تيهمه هو حتى هو ابن المدرسه، تيهمه متهمم فيه وكذا. راه بقات المعنى فاش ملي تيبقى، تيبقى في هذوك الناس اللي تنقولوا القياده لها حكمه، قياده حكيمه وكذا. وفين هي الحكمه؟ اين هي الحكمه هنا؟ فين هي الحكمه؟ يلا سيدي هذا السيد غلط كاع، هو تيتكلم غلط، حتى واحد ما تكلم معاه، حتى واحد ما عبره وما قالش ليه، وانا علاش تدخلني انا في الضيق؟ علاش؟ علاش تقول لي انا ديما دابا كل شيء باغي يتغطى وكل شيء باغي يتخبى في ابراهيم الجعواني؟ كلشي كلشي كلشي، كتاب الجامعه واي واحد دابا سميتو هو خارج ليا بسميتو، هاز كتافو تا هو. راه الامر ديال الدعوه فين تنهضروا، بلا ما تبقى تخلط ليا المواضيع، امر ديال الدعوه. سيدي بسم كان تيربينا على واحد الامر وتهيئنا لواحد الامر، وهذا امر ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وفي دروس ديال بسم في المنهاج اش قال؟ شنو قال؟ راه الاخوان رجعوا، راه الاخوان الذاكره ضعيفه، راه الاخوان ما كانوش يقراو وما كانوش يسمعوا زيد بسلام، الغالب ديال الاخوان استغفر الله العظيم الا لما زعمت انا هذا الامر هذا.
لان بزاف ديال الاخوان كنت اناقشهم تلقاهم ما قاريينش كتب زاد بزاف. علاش؟ الله اعلم، ما فهمتش، ما عرفتش، انا ما نقدرش نحكم. كاين اللي ما عندوش مع القراءه، كاين اللي فهموه كاك داير، كاين المحبه راه كاينه، ماشي تنقول المحبه ما كايناش، ولكن المحبه بوحدها ما تكفيش. راه سيدنا ربيع بن عامر من لو وقف راه عرض المشروع في دقائق. علاش؟ باش تعرفوا هو كان يستوعب المشروع بواحد الشكل كبير. راه ما يكفيش انك تكون انت محب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذا، الله تعالى، راه خصك تكون فاهم بهذا، يكون عندك على الاقل واحد الحد ديال الفهم للمشروع اللي انت حامله، انك تعرف بانك حامل رسالة، انك تحمل رسالة، وماشي مجرد انك محب، ولا انك رقم من الارقام وعضو من الاعضاء، وانك يعني جزء من ذاك الكيان. هذا لا يكفي. راه السي عثمان اللي يتكلم على الغوثائية، غوثائية في الحديث النبوي الشريف، في الدروس اللي كان تيدير مع الاخوات، وكانت السعدية قصيدة رحمه الله ورضي الله تعالى عنها، وكانت الشريفة نادية حتى هي كانت تحضر. سيدي عبد السلام تكلم على الغوثائية، شنو الفرق بيننا حنا وبين الأمة؟ لازم نتكلموا على الغوثائية. راه الغوثائية ديالنا أعظم في المستوى ديالنا حنا، وأخطر من الغوثائية ديال الأمة، لأن حنا حاملين رسالة ولينا ما حاملينش رسالة، ولينا حنا واحد الكيان ديال تنظيمي معين صافي تماك، في واحد الأشخاص معينين، ودوك الاشخاص راه شنو سميتهم؟ ما الشريف شنو سميتهم؟ باقي الاسم ديالهم محطوط، سميتهم سيدي ايه مكتبه كبيره كاع، سميتهم مجلس الارشاد، مجلس الارشاد الشريف. ورجع شوف وظيفه مجلس الارشاد شنو هي، عضو مجلس ارشاد، عضو مجلس ارشاد، عضو مجلس ارشاد، عضو مجلس ارشاد. هادو المفروض بهم هما يكونوا، شكون يكونوا؟ يكونوا هما في مقدمات الدعوة في الأمة، اشتغال في الدعوة ماشي في الدائرة السياسية. السي عبد السلام حتى أنا قال زدي عبد السلام، وهاد الشيء راه ماشي جديد، أنا تنقولو راه هاد الشيء راه في المشروع، عادة تنهضرو على المشروع هنا. هو زدي عبد السلام اللي تكلم على الحكم، قال غادي نضحيو بواحد الأشخاص في الحكم، ما نضحيوش بالدعوة. ملي تيتكلم السي عبد السلام على ثنائية الدعوة والدولة، باش ما يوقعش نفس الخطأ اللي وقع، ان الدوله ابتلعت رجال الدعوه، ان الدوله ابتلعت الدعوه في رجال الدعوه، الدوله هذا في مرحله الدوله، والسي عبد السلام تيضرب هذا الحساب هذا، فما بالك قبل الحكم؟ راه الامر اعظم الشرفة، لان علاش؟ لان احنا في مرحله ديال البناء، الامه محتاجه. انت اصلا انت سي فلان وسي فلان وسي فلان، دابا هاد الأمة تتقولوا في التصريحات ديالكم حنا مستعدين ننتظروا هاد الأمة تا 1000 سنة، ننتظروا حنا هاد الشعب تا 1000 سنة، وراه هاد الكلام هذا راه غير منطقي، راه غير مقبول. تنتظروا كيفاش تنتظروا؟ سيدنا محمد ملي كان تيربي الصحابة وتيخرجوا وتيعلموا وتيدعيو تيدعيو وتيخدموا وتيخدموا، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تيشوف القدام، تيشوف انه غيبني واحد المجتمع، المجتمع من الناس، من فلا، من هاد القبائل، ومن هاد القبيله، ومن هاد القبيله، وهاد الشعب هذا راه في الاخر هو من امه رسول الله صلى الله عليه وسلم، راه امه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المشروع انطلق من المغرب، راه من المغرب خصنا نبداو حنا، تكون الدعوه ديالنا نموذج في المغرب، نكون وصلنا حققنا واحد الاهداف كبيره في الدعوه، في الدعوه على مستوى عالي جدا، لان الدعوه هي كل شيء. انت غتغير الانسان، وهذا الانسان اللي غتغير راه هو غيكون في موقع، راه غيكون في موقع. علاش؟ شكون اللي قال لك ما يكونش في موقع؟ راه قد هذاك الانسان يكون هو في موقع اليوم، لان علاش؟ الدعوه ديالك الثمره كاينه تما، ماشي انت المجتمع غادي غادي اللور، غادي اللور، انحطاط اخلاقي وانحطاط على جميع المستويات، وانت في الاخر تتخرج لينا حنا قلنا لهم ونحن كذا، وتتعطينا واحد التقييم فين وصل الامر، فين وصلت كذا، فين وصلت كذا، تعطينا واحد الجرد ديال المشاكل اللي وصل لها المجتمع، والجرائم كثرات وكذا وكذا وكذا. مش هذا هو الدور ديالك؟ الدور ديالك هو الدعوه، خدمه الدعوه. انتم دعاة، انتم دعاة حملت رساله، ما كنتوش حملت رساله راه المشروع ماشي ديالكم،
راه ماشي ديالكم وزيد السلام. هذا المشروع ما جابوش باش نسيبوه في الهواء، شي واحد خلاه شي ارث ليه، هو ارث نبوي، خلاه باش هو امانه في العناق ديالنا، وخصنا نبلغوه للامه وخصنا نوصلوه للامه. وهذوك اللي ما بغاوش ان هذا المشروع يمشي شق طريقه والدعوات شق طريقها ويديروا لها العصيه في الرويده وسد عليها هذا الباب وسد عليها هذا الباب وجعل المساله وربط المساله بالاشخاص كما كانوا داروا الاخوان قبل، خطا تاريخي اللي داروا كنت انتقده. ربطوا الجماعه الاحسان المشروع ديالها كامل في شخص، في شخص هو منشد وداير لنا واحد الضجه وكذا. وشنو الدعوه؟ شنو خدم الدعوه؟ شنو خدم الدعوه وكشخص ما عندي بيت شي علاقه، انا تنهضر في سياق اخر. شنو خدم الدعوه جماعه الاحسان من غير هذيك الضجه اللي كان هو دايرها؟ كانها كانت وسيله ديال الالهاء، حنا حتى اللي هو راه هو راه عليه الحصار وهذا عليه الحصار وهذا عليه الحصار وهذا عليه الحصار، واصبح كان كاين صدام ما بين شخص وما بين الدوله، ودخلنا في معارك وهميه هامشيه في الجن ما عندها حتى شي علاقه بالدعوه كاع. باش نكون معكم واضح، دابا حنا اليوم نفس الخطأ تنديرو، أن الدعوة كلها حابسة على أساس أن الدعوة راه غادة داخل الصف. أسيدي فين هي الدعوة اللي غادة داخل الصف؟ أين الصف هذا؟ وأين أمة هذه؟ وأين أين جهة؟ أنا غير بغيت نعرف، تنسول الإخوة. راه المعطيات كلها قدامي، راه ماشي تنهضر أنا من فراغ. الاخ دابا تيجلس هو تيصحاب ورا الامور تيقول لك امور غاده واش غادير الجامعه وعليها الحصار وعليها كذا وعليها كذا. راه الدعوه الحصار راه كان عليها دائما، وكان اشد من هذا الشيء اللي انتم الوسائل والعالم مفتوح اصبح كقريه، وكانت الدعوه غاده وشاقه طريقها. باش بهذا الامر اللي وصانا به زيد السلام، قلب ديال الدعوه، خصنا قلب ديال الدعوة، قلب رجل يضع قدمه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، له من النور ومن السلوك النبوي الحد الوافر. هذا هو المعنى اللي تنهضروا عليه، ماشي فلان فلان اللي تيقول لك هذوك خسروا اخرتهم. عضو هو في مجلس الارشاد، هذا الكلام جابوه منه، ما نكذبش عليك، هذا الشيء راه كاين. والاخ اللي هو واحد اخر عاوتاني في مجلس الارشاد يهز التليفون يدور لفلان، فلان ما يجيش عندك، فلان ولا كذا ولا كذا، ولا فلان ما يحضرش العرس عندك، ولا فلان انت دخلتي عند مبارك موساوي، علاش دخلتي عند مبارك الموساوي؟ علاش درتي ليه الجيم؟ اش هذا المستوى ديال مجلس الارشاد؟ ونقولها لكم بصراحه، ما نخبيش عليكم، لأنه وصلنا لواحد المستوى ما نبقاوش نتخباو، أنا لا أتكلم بغضب ولا بأي حاجة عندي شخصية ولا نفسية ولا شي حاجة، نتكلم أنا بهذا هم ديال الدعوة، نتكلم عن المشروع على زيد عبسلام، هذا الشيء اللي جابنا زيد عبسلام، هذا الشيء هذا راه أمانة في العناق ديالنا جميعا، وخصنا ناخذ هذا الشيء بجدية، خصنا القلب اللي حطناه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يمشي يكمل المسيرة اللي مشى عليها زيد عبسلام. حتى ملي تيتكلم معاك الأخ ديالك تتقول لي وخافوا على آخرتكم، هادوك راه مشات ليهم آخرتهم. واش هذا كلام تيقولو مسؤول جلس مع السيد عبسلام؟ واش هذا كلام تيقولو أخ مسؤول في مجلس إرشاد جلس مع السيد عبسلام وفهم شي حاجة من السيد عبسلام؟ واش هذا كلام؟ هادي راه دعوة الله، وأنت بغيتي تجعل الناس كاملين أعداء ديالك. الا اليسار هما اللي ماشي الاعداء ديالك، انت جالس معاهم ما قلنا لك حتى شي حاجه، الواجهه السياسيه تتبقى الواجهه السياسيه، ولكن اشتغل فيها في واحد الجزء ديالها، ماشي تطوي المشروع كله تطويه على جنب وتقول لي انا راه غادي في واحد المسار ديال سياسي. سياسي الدعوه راه هي الاساس، هي كلشي، هي الباب، هي المفتاح، هي كلشي. حتى ملي كنتي تحضر الوقفات ومسيرات وكذا، شكون اللي كان تيعطيك هاد الزخم كله، هاد الحضور وهاد الرقم وهاد المعادلة في المجتمع في المغرب؟ شكون اللي كان تيعطيك هاد القوة؟ راه هي الدعوة، راه ماشي صحابك الواجهة السياسية ولا الكرافطة ولا اللجنة الإعلامية ولا شي حاجة أخرى، ولا داك البرامج اللي تدير انت في القنوات ديال الجماعة،
راه ماشي هذا الشيء هذا هو اللي تيعطيك هذه المعادله. المعادله راه هي الدعوه، هي الرجل ديال الدعوه، الرجل ديال الدعوه الربانيه اللي تتكون داخل الجماعه، وتتكون ديك الروح ديال دعوه الله عز وجل، وتربيه الناس والتواصل مع الناس والدلاله على الله عز وجل. ماشي ضروري غادي تدعي الناس للاستقطاب، مشى هذاك الوقت، مشى هذاك الزمان، فات. هذا راه مشروع خصك تعرضه على الامه، مشروع انك تربط الناس بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفهمان ووعيان وكل شيء. راه الدعوه راه فيها كل شيء، راه داخل فيها كل شيء، ومنها غادي انت غادي تكتشف طاقات جديده، وغادي تدخل عليك يعني هواء جديد. هذا هو المعنى اللي تنتكلموا فيه، ونزيدكم انه اللي خصو يخاف على اخرته اكثر هما الاخوان اللي في القياده، ماشي الاخ اللي تيهضر وتتكلم في المسار ديال المشروع، ويجيو اخوان بعض الكتابه ديال الجماعه ويقول لي خاف على اخرتك. هو المصدر انا عارفه، المصدر انا عارفه، عضو في مجلس الارشاد هو اللي تيقول هذا الكلام، وانا تتحمل فيه مسؤوليه، وهو عضو ايضا في مجلس الشورى، هو اللي تيقول هذا الكلام، خاف على اخرتك، هو اللي تيقول هذا الكلام. لا كان هو تيقولو في شي سياق وتيشدوه هما تيودفوه الله اعلم، ولكن راه هو اللي تيقولو ليهم، لان في البدايه انا ملي درت الشهاده ديالي حول شريط الكتابه ديال 2005 زدي عبد السلام، مباشره جاني اتصال من احد المقربين من هذا الاخ هذا اللي في مجلس الارشاد، وقال لي باللي كنت معاه في ديك الليله، كنت معاه، راك كنت معاه وكذا وكذا، باش ما يصرحش ليا يقول لي راه هو اللي صيفطني عندك وكذا، وشنو قال هو تيتكلم ليا نيابه عنه، خاف على اخرتك وكذا، وخليك بعيد، وهذه وهذا الكلام كله. علاش؟ ولا اللي عنده هم على الدعوه، واللي داير قلبه على الدعوه، واللي تيتهمم لهذا المشروع وهذا الامر هذا اللي جاب به زيد سلام جلاله العظيم، ولا هو اللي خصنا نقول يخاف على اخرتك؟ علاش؟ شيك لاباس، ولينا حنا خارجين من المله ولا شنو؟ ولينا حنا دابا ما عندنا دين، ما عندنا حتى شي مله، دابا حنا ولينا اعداء هاد الدين هذا. راه المساله ماشي هكذا الشرفه، راه المساله فيها دعوه الله، راه كيما قلت اللي خصو يخاف على اخرته هما الاخوان في مجلس الارشاد، هما اللي خصهم يخافوا على اخرتهم اكثر. علاش؟ حيت هاد الجماعه راه ماشي شركه، وكانت شركه دنيويه تتجمعهم حتى لا خسرت هاد الشركه، ولا هما بغاو يديوها للافلاس، هذاك شغلهم ديك الساعه. هذه دعوه الله، هنا المساله عندها علاقه بالله تعالى وسيدنا محمد، هذا امر ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما غادي تخلي الدعوه تشق طريقها، تحيد العصيه من الرويضه، وخلي المياه تهبط في المجاري ديالها الطبيعيه، خليها، والا راه المساله راه فيها تدخل ديال الله تعالى مباشره، تدخل ديال الله سبحانه وتعالى، والدعوه غتشق طريقها من جهه اخرى. راه كاين الايه اللي كان زيد بسن دائما تذكر بها، الايه الكريمه اللي تقول فيها الله تعالى ان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. راه مساله واضحه، انا ما تنخون حد، ما تنقول حتى شي حد، انا تنقول لك الثمره، الاثار اللي تنعيشوا اليوم، شنو كاين، ها الدعوه فين وصلت، ها فين كاين، شنو كاين، شنو كاين، والدليل ها هو حنا اللي تنشوفوا الاخوان، ان المشروع ولا هو فلان ولي الله، خصك تشوف ولي الله، وهذاك ولي الله انت اللي تنتقد ديك القياده ولا تتناقش المشروع، انت خاف على اخرتك، انت مشات لك اخرتك. اش من المشروع هذا؟ واش هذا هو المشروع اللي جاب به زيد السلام؟ واش بغينا احنا دابا فقدنا البوصله ونزيدو نفقدوا حتى عقولنا ولا شنو؟ راه الحمد لله باقي عندنا العقول ديالنا، فقدنا البوصله راه خصنا نرجعوا البوصله لبلاصتها، ولكن عقولنا خصنا نحافظوا عليها، راه باقي عندي عقلي وباقي تنفكر به، وهذا الشيء راه ما عنده حتى شي علاقه بالاداب ولا بالمحبه ولا كذا، ما دخلتيش ليا لقلبي، ما دخلتيش ليا لقلبي. والله يرحم ابو الاعلى المودودي، الراجل اللي كتب الخلافه والملك في واحد الوقت، في واحد الزمان، اللي من الصعب على هاد الاخوان هادو اللي تيتكلموا اليوم انهم يفهموه، انهم يفهموه ويعرفوا شنو معنيت ان تقول كلمه الحق ولا تخشى في الله لوم تلاح، لان المرحله ما تتسناش منا هاد البروده. دابا هاد البروده هذا راه ماشي المرحله، ماشي ديالو، ماشي ديالو الشرف، البرود هذا راه ماشي ديالو، هذه بدايه ديال المشروع. زيد عبد السلام يلاه جا، راه دابا الاشتغال خصو يكون كثر،
ماشي يا سي بسلام، صافي راه سي بسلام توفى الله، صافي راه المشروع راه اشتغل. سي بسلام واش كاع لهذا المستوى كانوا الاخوان معتمدين كل شيء على سي بسلام؟ سي بسلام راه هو المؤسس، راه حط لينا الامور قواعد، راه كاينه، راه حط لينا كل شيء، راه حنا اللي خصنا، حنا اللي خصنا نكونوا حملات الرساله ونشتغلوا في التنزيل ديال هذا المشروع هذا للامه. هذا هو الدور ديالنا، وهذا هو هذه هي وظيفتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي هذه الساعة إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يرحم سيدي محمد النياوي، الله تعالى يتغمده ويتقبله في الصالحين، ويرحم أيضا أمنا فاطمة أم طاطا رحمها الله تعالى وتقبلها في الصالحات، والله سبحانه وتعالى يلحقنا بها وبسيدي محمد النياوي وبجميع الشهداء الجماعة. الله يرحم سيدي عبد السلام ولا خديجة وسيدي سقراط والعلوي وسيدي أحمد الملاخ، الله يرحم الله تعالى جميع شهداء هذه الجماعة المباركة، وزيد أبو وهاب بن طهار والسعدية قصيد وزيد حسن العبوز، والله تعالى يرحم الأخت فاطمة الكحال، ويرحم جميع الإخوان والأخوات الذين ذكرتهم ومن لم أذكرهم. أسأل الله سبحانه وتعالى يرحمهم جميعا، والله سبحانه وتعالى يلحقنا بهم مؤمنين غير مبدلين ولا مغيرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.